مساء الخير. أيلول طرفه بالشتاء مبلول، هيك بيقول المثل. طقس الصيف متقلب ورطب على الساحل، عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة، رطوبة عالية على الساحل، بحر متوسط الموج وحرارة مياهه 29 درجة. ليلة طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والمناطق الداخلية وتشكل ضباب على المرتفعات القريبة للساحل واللي عم بتسبب بسوء رؤية. لبكرة التنين ببلش أسبوعنا بطقس حار، رح يرفقنا لمساء الأربعاء على أنه تنحسر موجة الحر الخميس الجاي مع غطايطة قوية على الجبال وتساقط رذاذ على المرتفعات. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 27 درجة، على المرتفعات 24، بالبقعة 15 وبالأرز 10 درجات. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية، بيت مليف 30 درجة، باب الرمل 32، ديمان 22، المدفون 32 درجة، القاع 33، عين عار 31، الحمرة 32، المختارة 30 درجة، وقرنون 29 درجة. رطوبة بتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح المي 29 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار التنين بتتراوح بين 27 و32 درجة، بتبقى للثلاثة مع 27 و32 درجة، ونهار الأربعاء بتتراوح بين 28 و33 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع الكويت 42 درجة، دمشق 34، القدس 29، طرابلس 32، الجزائر 24، روما 23، وباريس 20 درجة. وهيدي نهاية نشرة الطقس الليلة، إن شاء الله يكون مساكم نور.